تفضل ابو خالد. اول شيء يعني ما سعداء بالاوامر الملكيه واحساس القياده الحكيمه بكل قرار تصدره. نعم. لمصلحه الشعب وما تراه في مصلحه الشعب وابنائها ابناء هذا الشعب. الفرحه كرده فعل كافيه كرساله على قيمه هذه القرارات واثرها وتاثيرها على الوطن وعلى المواطن. فالشكر كل الشكر للقياده الحكيمه للملك سلمان ولي العهد ولي العهد على حرصهم على هذا الجانب. السعاده هذه تكفي اليوم التي يعيشها وطن ومواطن. نعم. انا بالنسبه لي في القرارات يهمني جزئين، حتكلم عن الجزء الاهم اللي انت سالت عنه اللي هو عن معالي محمد ال الشيخ امينا للهيئه الرياضيه للرياضه للشباب. هذه يعني نقطه جوهريه جدا. قبل ابدا اتكلم عن الشخصيه الجديده اللي بتقود مرحله اخرى في مسيره الرياضه والرياضيين في المملكه العربيه السعوديه، انا شخصيا من الناس اللي اقدم شكري للامير عبد الله بن مساعد على ما قضاه في المرحلة السابقة في الهيئة الرياضية وما قدم من خطوات، ما قدم من بصمات. نعم. تختلف تتفق مع الأمير عبد الله بن مساعد، لكن الرجل استطاع أن يحدث نقلة نوعية في هيكلة المنظومة الرياضية ممثلة في اللي كانت تسمى سابقا الرئاسة العامة رعاية الشباب. أعاد ترتيب كثير من الأوضاع، وضع البنات أساسية للمرحلة المستقبلية بالنسبة للرياضة السعودية بشكل عام بخلافاً عن كرة القدم. طبعاً نتكلم أشياء كثيرة إيجابية قد ما نستطيع أن نحصي أشياء، لكن هذه تستطيع أن ترجع لهذه المرحلة وتستطيع أن ترصد كثير من الإيجابيات الموجودة. قلت رغم كل اختلف أو اتفق، أنا من الناس يمكن اللي اختلف معاه في بعض المواقف، لكن الرجل لا ينكر له أي مجهود إيجابي وضعه خلال فترة عمله، ويشكر شكر الجزير على المرحلة الماضية. ونأمل في من تولى قيادة ذات المنصب معالي الأستاذ محمد آل الشيخ أن يكون هناك إن شاء الله ما هو أفضل لرياضة الوطن وشباب وشابات الوطن. نعم. القراءة الأولية للسيرة الذاتية لمعالي محمد آل الشيخ في هذه الجزئية تضع في السيرة الذاتية أنه رجل قانوني واقتصادي بحت. صحيح. من خلال التخصصات او من خلال المراحل العمريه التي انتقل فيها في 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 المهام التي تولاها يظهر اهميه هذا الرجل من الناحيه الاقتصاديه بشكل كبير، وهذا. صحيح. ابرز ما في الملامح هذه الشخصيه الاقتصاديه. وربما هذه المرحله التي يتولى فيها رجل بهذه السيره وبالذات الجانب الاقتصادي، انا اعتقد هي ما تناسب مرحلة الخصص القادمة للأندية السعودية بشكل عام، للمرحلة الانتقالية للهيئة الرياضية باعتمادات كثيرة اللي ستغير من وجه الاعتماد الذاتي فقط على منظومة الرياضة اللي هي ممثلة في الهيئة الرياضية فقط. فتفعيل هذا الجانب يحتاج إلى ربما لرجل اقتصادي أو رجل مال واقتصاد في هذا الجانب يستطيع أن ينتقل إلى هذه المرحلة بقفزة وليس بخطوات تدريجية قصيرة، ولكن بقفزات سريعة إلى هذه المرحلة الاقتصادية المهمة جدا التي تقلل المسؤوليات المالية حتى مسؤوليات المباشرة. وهذا يمكن كان جزء من الكلام اللي تكلم عنه الأمير عبد الله بن مساعد سابقا على هذه الجزئية، أنه يبدأ تفتيت هذه الصلاحيات ويبدأ انتشار أدوار أخرى في الأحياء أو أدوار كثيرة لألعاب كثيرة مختلفة، يمكن دخول شركات في تبني فرق وشيء معينة كفريق شركة كفريق. يعني في هذه جوانب كثيرة ربما تحتاج إلى رجل اقتصاد ورجل مال في هذا الجانب. فلذلك كان ربما هذه الشخصية تتناسب مع هذه الرؤية التي ظهرت بعض ملامحها في فترات سابقة من الخطط رويت مستقبليا للرياضة السعودية بإذن الله. فنحن نتمنى فعلا أن يكون رجل، طبعا الواضح أنه جدا ما عنده أي خلفية رياضية أو تجربة سابقة، عفوا اللي تكون له تجربة سابقة في الرياضة. حتى الكثير يسأل، يعني لما نشر سيرته أول ما نشر سيرته فكان يسأل كثير ما هو الميول هذه الشخصية ما هذه المشروع. أنا شخصيا ما تهمني ميولك بقدر ما يهمني العمل وما هي خطط والبرامج التي سيضعها فعلا لتطوير الرياضة السعودية. هنا عملك هو أنا راح أحكم عليه،
وليس ميولك بالذات، لأنه في جانب كثير يحاسبك سواء على رأيك أو على عملك بالميول أولا، ثم بعدين يقيس ويحكم في هذا العمل. بالعكس أنا أتكلم على عمل، ماذا سيقدم لي هذه الشخصية الجديدة لمصلحة الرياضة، لمصلحة الشباب وشابات البلد مستقبل. إحنا نتكلم على المدى البعيد، في الكثير يعني يرى دائما الطموحات على المدى القصير، لكن هذا الشيء نراه على مدى بعيد بإذن الله. نريد هذا العمل والتخطيط الذي سيوضع أن يكون على مدى طويل فعلا، ويكون بنفاذ وليس بتأخير، أو معنى صح أن تكون خطواته بطيئة جدا. وحتى الود يعني نفقد أمل أحيانا في كثير من البرامج إنما نفذ الكثير من الخطط، كثير من المشاريع فأشياء. فأتمنى فعلا أن تكون هذه الشخصية قادرة من خلال الثقة الملكية هذه أن تحولنا إلى نقلة، وليس إلى خطوات فقط، لكن إلى نقلة فعلا تتناسب مع هذه الشخصية اقتصاديا وماليا.